وفي الحديث عن الله لا اله الا هو الملك الملك وملك الملوك
فساموهم سوء العذاب. فلا تذكروا انفسكم بالدعاء على المعروف، ولكن اذكروا انفسكم بالذكر والتحرر تعرفكم الحل. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. هل تغيرنا؟ هل رجعنا؟ هل فهمنا الدرس؟ سئل عبد الملك بن مروان: لماذا لا تكون كأبي بكر وعمر؟ قال: كون كناس رجال أبي بكر وعمر أكون كأبي بكر وعمر. لكن الشياطين هل ينفع معهم أبي بكر وعمر؟ ذلك لأن الله تعالى غير المبادئ العمل على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بكم كبير لا بأنفسهم. فهل تغيرنا؟ سئل الإمام علي: لماذا كثرت الفتن في عهدنا لم تكن أيام أبي بكر وعمر؟ قال: كان أبي بكر وعمر واليا على مثلي، وأنا أمير على مثلك. فالمسألة بد أن نغير، بد أن نفهم، يذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فهل رجعنا؟ هل تغيرنا؟ نصنع في الأرمان جملة في القرآن سبحانه أربعة تصريحا وباقي تنميحا. لفرعون على الأرض على المسار يريد أن نمن على الذين سكنوا في الأرض في مصر ونري فرعون وهلكه ويمكنه في مصر. كان على خلق الأرض أداء مصر ما كان يشرب الأرض في مصر. هذا تنميع مصر ولقيمة مصر وعظمة مصر. عزيز على الله زوجة الله في القرآن. كيف تصرف مصر؟ سئل الإمام الليث: كيف تصرف مصر؟ قال: بإصلاح أميرها ودينها. فالله سبحانه وتعالى يقول لك يا رب العالمين. ولكن كيف يصرف الأمير؟ كيف تصرف النيل؟ لا يصرف النيل لإبقاء فيه قدرات كان ميت وحرمين تربيه النيل، ثم نشأت فشلت وركبت النيل. طيب أستاذ، مصارف في النيل، ثم نشأت الأسماك ماتت ونشأت النهر. لا يمكن أن تصل مصر إلى إصلاح أميرها ونيلها. كيف أصل الأمير؟ اصلاح رأيك. كون كناس ريان أبي بكر وعمر أكن كأبي بكر وعمر. حيثما تكون يولى عليكم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بشرى سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله. يقول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني الغيب. ويقول صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأة امرأة سمع مقالتي فرعاها فبلغها كمن سمعها. لنكن كما وعاها. نظر الله امرأة سمع مقالتي فرعاها فبلغها كمن سمعها. فرقوا مبلغ طبعا سمع. بلغوا عني ولو آية. حدثوا عن بني سكر وحفظ وكذب عليها وتعمل في الهدماء وقال بالنار. حديث صحيح رواه البخاري. ربما لا يوجد التواضع الا هذا. بلغوا عني الرؤيا. بلغوا هذا اسمه تكليف. يكلفكم الرسول بالتبليغ. بلغوا عني عني تشريف. تشريف لا تكلم على رسول الله. بلغوا عني ولو آية تخفيف. بلغوا تكليف عني تشريف ولو آية تكليف من الرسول. بلغوا عنه ولو عنه. لأن الله أمره بذلك فقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. تمام. أنا واحد وكل من اتبع الرسول عليه بلاغ ولو كان تخفيفا. وكلمة اتبعني جاء في القرآن مرتين. هذه واحدة مثبوتة في الياء والأخرى أو الأولى كان عمران. ومن اتبعني وكل من اتبعني أسلمتم؟ فإن أسلمتم عليه هذا
وانت 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 انا معايا ربنا والله مصدق عليك البلاغ وعليك الرسالة. لعلك ما تقول نفسك بل تكون مؤمنين. باهي مهلك نفسك تميت نفسك يا محمد. ألا تكون مؤمنين. إنك لا تعلم الأحداث. إنك لا تعلم الأحداث. ولكن الله عز وجل مشهور. عليك البلاغ وعليك الرسالة. فلعلك باهي نفسك على التاريخ المزمون بهذا الحديث الأسف. باهي نفسك أسف على الهمة. تتأسف على الهمة. عليك البلاغ عليك الرسالة الحمد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما ذلك من الله يحكم مؤمرا نعمه أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صلي اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه المعتدل بهذه اليوم وبعد حفل الخليفة الإسلامي رؤوم ومن ليس له ماضي ليس له حاضر وليس له مستقبل. أن نفهم الماضي في الماضي ناخذ كل الدروس للمستقبل. جاءت الدعوة عشان الناس بلاها تنبيهة ثم تنسى الكلام. زدت له حتى يقول الرسول الذين آمنوا معه متى رسول الله. زدت له زلزالا شديدا جدا. تعب تعب لكن ما وهم وما ضعف وما استكان بل صبر اخطا ربنا اغفر لنا ذنوبنا اخطانا اغفر ذنوبنا واسرافنا في المال وثبت اقدامنا ونصوبنا نتعلم من هذا ايا كان ان يمسسهم قاعد في عهد 70 وقد مسك قام قاعد مصر في بلد 73 و 75 وقد هذا كان من نفسهم وتلك هي ونقولها بين الناس المهم تتعلم الناس لنا بوالنبي وبشر الصالحين لابد من البناء الدنيا اذا جلت او جلت واذا كسب او كسب من حال او حال انت بين ابيض واسود انت بين رقبه ورهبه خوفا وطمعا فاذا كنت في شده فانتظر الفرق ضاق فلما استحكمت حلقات اخر يكون تظنها لا تفرق إن مع العسر يسر، إن مع العسر يسر، من يغلب عسر يصاب. لا تيأس، اليأس هو قرين الكفر والضلال. لا ييأس من رحمة الله القوم الكافرون. ومن يقنط برحمة ربه الضالون. فاليأس كفر وضلال. والحال لابد من ان نعتمد على الله اجعل ربك كل عزك يستقر ويثبت فاذا اعتززت بمن يموت فان عزك بينا سوره يوسف قال لا ياس رحمه الله القوم الكافرون فليسكف وفي نفس السوره في اخر السوره حمل المشكله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. فمتى هذا النصر؟ إذا فجرنا تحت الباب الفجر، كيف الأسد؟ متى هذا النصر؟ إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا وفي قراءة وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. متى هذا النصر؟ إذا استيأس الرسل. ما معنى استيأس الرسل؟ ليس معناها طلب اليأس، اليأس كفر وطلب اليأس كفر. إذا فما معنى السياسة؟ الرسول حتى إذا حتى حرف غاية إذا فجأني إذا استيأس الرسل وطلب الرب كل مجاعة مطلوبة من جبل النجاح ورب سبحانه وقوم الجميل فمن كانت مصيرا استيأس الرسل هنا معناها تجرده من حولهم وقوتهم إلى حوله وقوتهم تجربوا من عزهم وقوتهم الى عزه وقوته يعني استبطاه النصر يعني يعجبه حتى يقول الرسول الذين امنوا معه متى نصر الله متى متى يا رب النصر متى فوصلنا الى هذا الحال استيأس الرسول غضب ربنا كله جاءه جاءه جاءه
اشتد لي هزمة يا وفاني. طاقة لما استحكمت على طاقتها فوجدت وكنت أضمها على الطفل. هذا هو معنى زي الخطر. عندما تضمها معنى الطفل، عندما تذكرت الحبل وقوتك إلى حبل وقوتك، عندما تعتز بالعزيز يعزك العزيز. المسألة اجعل برحمتك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك لك. وتوكل على الحي الذي لا يموت. البر لا يبدأ بكتابة موسى أيام يموت عن مشيخ كما تجد الدار التائب عن المحاة والتائب عن الدار لكتابة الدار لا يموت الله ونفيشة. الحمد لله كثيرة. والحال من يصدر وتتقرب من ذلك من عزم الموت.
تزال لك عزيمة ولك صبر ولك فكر. وإن كنت أن تريد أن تحفر من فأسك الكلمة من رأسك فلابد أن تحفر من فأسك، لكن تطلب العون من هنا ومن هناك وعالم ده ليس كذلك. الذي جاء يتسول الرسول أخبره هل في بيتك شيء؟ قدوم باعه بدرهمين درهم لأولاده ودرهم يأخذ به ويشتري به قدوما وألزم فيعمل خير لهم أن يأتي يوم القيامة متسوداء في وجهه. الإسلام يريد رجالا تعقلوا عقولا تفكروا لأنكم تعقلون تتفكرون لابد أن تتغيروا، لا تحملوا المسؤولية لأحد، كلنا له نفس، كل منا مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كل منا عليه دور. تقول انا لا، اي محب له دور لابد ان يؤديه، لابد ان تعمل على قدر طاقتك الاخرين، ترفع الزكاه الذي لا تستطيع الذي لا يقدر. والله جعل الفقراء والاغنياء مساله متساويه، لو تراحم الناس فكان بينهم جاع ولا معلوم، لو اقربوا من الزكاه لم يوجد نجاع ابدا. فنتقي الله في ديننا، نتقي الله في اولادنا، نتقي الله في امتنا، هذه مسؤوليه كل مسلم، كلكم راعي وكلكم مسؤول، كل نهار خطاء كل ليس احد يعني عليه مهم، لا كل نهار مخطاه فالفضلين التوكل فنعمل الخطا نتعلم عشان نتعلم الدرس، وان كانت التفاصيل عبره عندما حكى الله سبحانه وتعالى هذه الايه احياها بعد تسع نصوص مثلا. ما هي العبره؟ الله اعلم على امري، لكن اكثر الناس يعلمون كيف ذلك. يوسف تآمر عليه بالقرض، من؟ إخوة يوسف، تلوس وترفع الله، يقول أخبر الوبيب وتكون مع الإخوة الصالحين، أقوم في غيابة الروح، أوحينا إليه إلى يوسف، لا تحزن، تتنبأ بأمر هذا، سيأتي اليوم تذكرهم بهذه الفعل الشنعان، وجاء اليوم وهو على النصف، وهم يقولون أنه صدقة يا أيها العزيز. مسنا الضر والمجاعة والقحط، مسنا ومس أهلنا الحال، هذا ما تقولون به قمحا، قالوا بينا من بضاعة البزاع، بضاعة إن كان على معنى لنموتهم أرضا من الجوع، مسنا الضر المطلوب، تصدق عليهم أربعين نصف، تصدق عليهم، إن ليس المتصدقين يعملون مهروس، فذكرهم هل علمتم ما فعلتم يوسف وكيف لم تجاهدوني؟ يا خبر اين انا يا يوسف؟ الذي اقامنا عليه المخالف هو الذي سينقذنا من هذا الضر. قال انا يوسف هذا اخي، وحتى جابوه من الله علينا الذي من هو كان من الله علينا الحد لما ينتقل ويصبر ان الله لا تعرف نفسه. لابد ان نعلم مسؤوليه كل مسلم يتقي ويصبر وضرب على نفسه. يوسف كان عامل خارج المؤمن في غيابة النوم، غيابات النوم، تخيل غلام يملكه التاسعة ويلقى في غيابات النوم في بيت في غيابات النوم. يوسف كده انتهى، لو لم نكن نعلم الحكاية انتهى غلام اللي ممكن الجوع من الخوف من عقرب لابد هذا بربه في غيابات الجوع. ابتدى يقول يا من القميص اخذ القميص، ما لها قميص في قميص بدل القميص في رب لا قبل وانت رب. اذا كان في رب، اذا كنا نعتقد في رب لا تحسبن الله نتغير لهذا الله، لا لأحد ولا لإذن لله، حتى تستيأس الرسل وظن أنهم قد كتبوا جاءوا مسرورا. إذا تكررنا من حولنا وقوادنا إلى حوله وقوته يأتي النار،
بس لا يا أول يقبلهم لتنبئنهم بأمرهم هذا ثم أخذوه وباعوه شروه بثمن بخس بيع عبدا دخل السجن قضية شرف وهو بريء الرب يزيد حبه إليه لما يقبله وإذا تصرف عني كان يقول أصبر هنا وكل يوم فاستجاب له ربه فصرف عنه كده لم نسمع عن حكاياته مع النساء بعد ذلك استجاب له ربه طلب السجن حب على الزنا ويكون على طهارة لا يمكن لا يمكن ان يقع في خطيئة ابدا وخير الله من يقف معه شهد شهد من اهلنا اذا ابوها قال استغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين الله يصنع من صور الوحشاء دخل قضية شرف غريب ذهب لكن بصبره ما نتكلم الملك يرى رؤيا لا يفسرها له الا يوسف وقال الملك اتوني به لما كان الملك رجع لربه استمر هذا المسلم وعلق على مساله مثل الله موجود ياخذ من السجن عبد وابتهج وفي شر ومع مين؟ مع عبد العزيز لكن ياخذ جعلنا على خزائن الارض ولم ياخذ خزائن الارض لان الارض وخزائن الارض كانت تجمع هنا في مصر بلاد في الشرق ومن الغرب وافريقيا كانت تجمع في مصر فكان خزائن مصر هي خزائن الارض مصر هي القاطعه العالم كله جعلنا على خزائن الارض مكان يوسف في الارض ماذا لازم اكل الله مرتين مكان يوسف الارض معلمه مستمعين مكان يوسف الارض يتبوا من حيث شاء من صوت اسكندريه حيث يشاء قراءة حيث يشاء مسألة خطيرة ماذا الذي مكن؟ ما هو صدق صدق بالمسألة ثم بعد ذلك رب قد أعطيتني من الملك أولا الملك وداخل المسجد داخل مصر عبد وتفقد الشرط ولا يدخل الوزارة ويمسك وزير المالية إلا مسلم أبو مسلم أبو مسلم هو مسلم ولا أبو مسلم ولا أبو مسلم ومسك خزانة الأرض ومسك الملك كمان تتلم الملك وعلى تلك تبلغ عليه نادي الخزر ماذا تريد بعد أن توليت الملك يا يوسف قال تولاني ربي أنت وليه في الدنيا قبل أن أجعل لا تتركني يا ربي لماذا؟ الإنسان لا يرضى أن رآه استخدم الصبر على الرخاء أصعب من الصبر على البلاء أنت وليه في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين يا محمد ذلك ما ينبغي الله يفرحيه إليك وما كنت لديه من إذن أجمعوا أمرهم وجمعوا لما كنت يا محمد ما كنت ملك الموت ما كنت بجلد الواقع ما كنت لديه من سكر الأرض يثبت صدق رسول الله عن الله وفي هذه الصورة قل يا محمد هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فكل من اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام ولو بلغ عنه ولو آية لو كل واحد بلغ الآية لو واحد شكر واحد يبلغ آية وين المعلم هو مزاد المدرسة ويسأل عن بعض الآية ما معنى الآية وين المعين لكل من همز ولمز همز يؤذي الناس بفعله ولمز يؤذي الناس بلسانه والمسلم من سلم هذه الآية وحدها تكفي لتبليغ Oh.
تخفيف. اللهم بلغ اللهم فاشهد بلغ توبه. اشهدوا ان تاب الله واذا تشهدوا اشهدوا الله ان تاب الله وعليكم البلاغ. بلغوا او لا بلغوا في يوم الجمعه ساعه اجابه اجعلها على هذه الساعه. اللهم اغفر لنا وفينا ومسلمات. اللهم اصلح احوالنا واصلح ابداننا واصلح شبابنا واصلح نساءنا واصلح فساد قلوبنا واصلح براءنا واحكامنا وميلنا. اللهم اصلح براءنا واحكامنا وميلنا. اللهم اصلح براءنا واحكامنا وميلنا. وعلينا من المعاصي ولقائك يا كريم. ربنا اجعل الدنيا حسنه وفينا خير حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. واعف عنا واعف لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تدخل قلوبنا بعد اذ هديتنا واهدنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واصرف عنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان واستغفروا لكم واشكروا يدكم ورحمة الله.